مهم، وخصوصا ان احنا في الاونه دي اتعودنا ان احنا نجيب في سيره الناس، بقت سهله علينا. ما جايب سيره الناس بقت سهله، بقت حاجه لطيفه، بقت حاجه مسليه، سواء كان في الاعلام حتى الحقيقه مش هنكر ده، او كان في وسائل الاتصالات المختلفه بين الناس وبعضيها، او في القعدات اللي في البيوت وغيرها. واحنا ناسيين ان احنا ممكن لما بنخوض في سيره واحده ان احنا كده بنداخلين على حد من الحدود، مش بس غيبه ونميمه، لا ده احنا داخلين في حد من الحدود، وداخلين في كبيره من اكبر الكبائر، زي ما ضيف حلقتنا النهارده قال لي قبل الحلقه، بيقول لي دي، بقول له دي كبيره، قال لي دي من اكبر الكبائر. النهارده هنتكلم عن قذف المحصنات، واذا قدرنا نتكلم عن حادثه الافك هنتكلم عنها كمثال. وطبعا الاتصالات مفتوحه في اي مجال تحبوا ان احنا نفتحه. معانا عالم كبير استاذنا الدكتور محمد نبيل غنايم، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره، مستشار المجلس الاعلى للجامعات. وكفايه عالمنا الكبير ما اقول دكتور محمد نبيل غنايم، كفايه. الله يبارك. مرحبا يا دكتور. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. انا اللي بشكر. اهلا بيك وبكل المشاهدين. لما نتكلم عندنا اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. اي المهلكات. نعم. قلنا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله. نعم. هذه اول حاجه. والسحر، الناس اللي بتسال عن السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إيه من هم المحصنات ويعني إيه غافلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فقبل أن نعرف المحصنات والغافلات، أريد أن أقول إن الإسلام دين الخلق الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام لخص رسالته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف بنا نترك مكارم الأخلاق ونذهب إلى رذائل اللسان ورذائل الأخلاق ورذائل القيم كالغيبة والنميمة وقذف المحصنات ونحو ذلك من الأمور؟ إننا بذلك نبتعد عن الإسلام، ونبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن مشاركته في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. كيف بنا يعادي بعضنا بعضا، ويصل الأمر المعاداة وسوء الخلق إلى حد قذف المرأة المحصنة الغافلة المؤمنة، وهي من أكبر كبائر الإثم والفواحش كما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف. القذف يعني إيه؟ واحد يعني هو الاتهام بالفاحشة الكبرى، الزنا والعياذ بالله، تصريحا ده فلانة دي عملت كذا، أو تعريضا ده مشيها وحش، ده سلوكها سيء. ما يعني واحنا ما بنحبش نجيب سيرة حد، سمعتها وفي الآخر يقول لك احنا مش عايزين نجيب سيرة حد، احنا مش عايزين نجيب سيرة حد. هو ده قذف، يعني اتهام بالباطل بالفاحشة، ده رقم واحد. معناه اتنين، المحصنة يعني ايه؟ الإسلام يحقق الحصانة لأنه فيه العفة، ودي من أعظم الخلق التي جاء بها الإسلام، الحرية، لأن زمان كان في رق، فالمرأة الحرة هي المرأة المحصنة، أو المرأة المحصنة هي المرأة الحرة. المحصنة أيضا المتزوجة، لأن المرأة قد تكون بدون زوج وقد تكون متزوجة، فالزواج إحصان والحرية إحصان، والإسلام أيضا إحصان. فلما نقول المحصنة يعني هي واحدة من هؤلاء جميعا. نعم. افرض بقى هي مش متجوزة، ما هي مسلمة. افرض ما هيش مسلمة، طب هي حرة. يعني فيه للإحصان معاني كثيرة كما ذكرنا، وده مذكور كله في القرآن الكريم، لو يتسع الوقت نذكر كثير من الآيات في هذا. يعني مثلا الذين يرمون المحصنة في آية المحرمات في سورة النساء، نلاقي ربنا بيقول لنا إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، وبعدين بعد ما الآية دي تكمل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أدي ذكر المحصنات،
هنا المعنى المرأة المتزوجة. ما يصحش أتزوج واحدة متجوزة لأنها محصنة بالزواج. في نفس السياق بعد شوية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لكن خليني أسأل طبعا بالإضافة اللي حضرتك بتقوله. نعم. المحصنات الغافلات، من هي الغافلات؟ يعني الغافلات يعني التي لا تعرف السير السيء ولا الفواحش، وعمرها ما سمعت عن الكلام ده. عندها حياء وعندها عفة كاملة، لدرجة إن زي ما ورد عن السيدة عائشة في اللي اتهموها، إن لما النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم يعني شفتوا إيه على عائشة، قالوا يا رسول الله ده دي كانت غافلة، ده الدجاجة كانت تأكل العجين، العجين بتاعها وهي بتعجن عشان تخبز بتيجي الدجاجة تاخد منه وهي مش دريانة، مش واخدة بالها. فالمرأة الغافلة هي المرأة التي لا صلة لها بالسلوك السيء، بالسمعة السيئة، مصلية، يعني ممكن تكون بريئة بريئة خالص، لدرجة ان هي مريانة ان في حد بيجيب سيرتها او حد بيقول عليها كده او في الفعل السيء ده. فدي الغافلة. ونص على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. وبرضه نقول للناس حادثة الإفك سريعا، يعني حاضر. حادثة الإفك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يسافر سفرة من السفرات يقرع بين النساء، يعمل قرعة عشان ياخد واحدة منهن. فطلعت قرعة السيدة عائشة في سفرية من السفريات. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عادة كل الناس يناموا بالليل ويصحوا من الفجر ويتحركوا. وكانت السيدة عائشة بتركب في هودج. هودج ده يعني زي خيمة كده فوق الجمل. وكان جسمها نحيل، فبيحملوا الهودج بيها ويحطوه على ظهر البعير ويحملوه وينزلوها وهكذا من غير ما يراها أحد، لأن فرض عليهن الحجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام لصلاة الفجر وأذن المؤذن وحيصلوا ويمشوا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين راحت تقضي حاجتها وتتوضأ وتيجي عشان الصلاة. فانفرط عقدها، فلما انفرط العقد انشغلت بأنها تجمع الحبات بتاعته. طبعا الدنيا ليل والفجر والكلام ده، فتعطلت شويتين على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وخلص وشالوا الهودج وحطوه. مش حاسين ان في عائشة ولا لا. ليه؟ لانها خفيفة، جسمها نحيل. فجاءت بعد ما حست بالتأخر، جاءت ما لقتش القافلة موجودة، مشيوا. فتغطت بالعباية بتاعتها وفضلت قاعدة في المكان على ما ربنا يفرجها. كان في واحد اسمه صفوان بن المعطل من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت المنطقة دي فيها أهله وقبيلته. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمر على أهله ويزورهم ويجي على صلاة الفجر. اتأخر برضو شوية، فجه لقى السيدة عائشة فالسلام عليكم، ردت السلام، فعرف إنها مين؟ السيدة عائشة. فأناخ بعيره وقال لها تفضلي يا أم المؤمنين، ركبت وسار بها وهم السير لحد ما لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يقول: والله لا نجت منه ولا نجا منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتهم صفوان بن المعطل وهو صحابي من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول والله لا نجت منه ولا نجا منها. وبدأ الكلام يتبعثر بين الناس. وقع في ذلك أربعة. وواحدة اسمها في إيه بقى؟ حمنة في اتهام السيدة عائشة في الإشاعة اللي أطلقها عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. زيد بن رفاعة وحسان بن ثابت الشاعر المعروف ومصطح بن أثاثة قريبها وقريب أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي كان بينفق عليه. وحمنة بنت جحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كده يعني اتغير وشه شوية من الكلام اللي بيتقال عن أم المؤمنين. فهي أحست بهذا
فبدأ يسأل عنها الخدم والناس اللي مخلطين والجواري، فقالوا له بقى ان هي غافلة، ازاي تعمل كده، ده هي الدجاجة بتاكل عجينها، ده القطة بتاكل اكلها، مش ممكن. هي غضبت وذهبت الى بيت ابيها ابي بكر الصديق وبقت مريضة من هذا الموقف الصعب، لحد ما نزلت براءتها في القرآن الكريم من السماء. بنص القصة كلها نزلت في القرآن في سورة النور من أول قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الكذب القبيح الشديد، حادثة الإفك، نعم، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم اللي هو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم. وتحكي لنا الآيات الموجودة في سورة النور يعني تفاصيل هذه الحكاية، لحد ما ربنا يقول إيه، يعني إن عائشة بعيدة عن كده، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني عائشة للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام ليها، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فبعد ما نزلت البراءة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الحد، ساب عبد الله بن أبي لربنا بقى ينتقم منه لأن ده زعيم المنافقين، هتعمل فتنة كبيرة، فتركه وأقام الحد على مين؟ على حسان ابن ثابت وعلى مسطح ابن أثاثة. وراح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حالف يمين كان بربي مسطح وبيصرف عليه وعامل واحد من عياله، طب انت يا مسطح تعمل الكلام ده، فراح حالف عليه لا يطرده وما يأكلش وما يصرفش عليه وواله. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي، يعني يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن الله غفور رحيم. فقال بلى يا رسول الله، نعم بلى يا رسول الله، ورجع وعفى عن مسطح ابن أثاث. الله، يعني أنا بشكر حضرتك على العرض الرائع الجميل السلس زي ما عودتنا، السهل الممتنع. الله يبارك. وبنتعلم يا جماعة إحنا مفيش حاجة ديننا سابها، وربنا جعل سيدنا النبي بشر، نعم، عشان يمر بكل التجارب اللي بيمر بيها البشر، صحيح، عشان يتعلم ويضرب لنا المثل وبين لنا الزوجات والحكم. أيوة والحكم، نعم، دي فترة تشريع، نعم. فإحنا بنقول ده مش قصدين حد بعينه، مش قصدين حاجة بعينها، لكن قصدين بصفة عامة كلنا نتعلم، وأنا أولكم نعم. حتة إن إحنا لا نرمي المحصنات الغافلات بالباطل، ويستحسن في زمن كثر فيه الناس وكثر فيه اللت والعجن والكلام، نعم، الكتير، نعم، ان احنا ما نتكلمش على حد الا ما نكون متيقنين، واذا حتى ما كناش يعني حتى متيقنين يمكن دينا مع الستر، نعم، حتى في الستر افضل، الستر افضل، نعم، يعني الا بقى اذا كنا عايزين نغير باطل امام عينينا، يعني نعم. الحكم الاسلامي قبل ما ناخد الاتصالات، والذين يرمون المحصنات، نعم، فضل حضرتك، ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده، نعم، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، دي العقوبه الثانيه يا جماعه، اولئك هم الفاسقون كمان، ده اتهام ثاني والعياذ بالله، تلتة. ولا تقبل لهم شهاده اللي، نعم، بيقذف المحصنات، مش، نعم، بس الحد، هتقولوا لنا ما بقاش في حد بيطبق حد، نعم، لكن في عند ربنا، في خوف من ربنا، وفي خوف من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحد أحد الحدود السبعة أو الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، نعم، وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والسياق بتاع الآية دي جاي بعد الكلام عن الزنا، أيوة، لأن سورة النور دي من السور اللي ربنا بدأها الفاضحة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أنا بس بعد كده عايز أقولها بعد إذا سمحت لي، نعم، ناس كتيرة كانت بتطالب بتطبيق الحدود، طبعا برضو ما أقصدش حد بعينه لكن بلمح، نعم، يعني ولا أصرح،
ناس كتيرة كانت بتطالب بتطبيق الحدود، لكن كانوا بيجيبوا سيرة الناس حتى لو بالحق أو بالغير الحق. نعم. ما انتوا رايحين تقعوا في حد من الحدود، خدوا بالكم الموضوع بيبان سهل، بيمشي بسلاسة كده، بيوقع من بقنا كده الكلام. أعوذ بالله. والعياذ بالله، يوقعنا في أسفل سافلين. نعم. الآية الثانية اللي كنت عايز برضو أقولها في وجود فضيلتك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما هم آيتين وردوا في هذه السورة. صحيح. الآية الأولانية لكل الناس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. احنا عرفنا معنى المحصنة يعني ايه. ثم لم يأتوا، مطلوب اللي يقول فلانة دي عملت كذا يجيب أربع شهود. ثلاثة معاه. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يبقى عقابه ايه؟ فاجلدوهم 80 جلدة، ادي واحدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا بعد الحكاية دي. واولئك هم الفاسقون. عايزين بقى نقول دعاء المظلوم قبل ما ناخد الصلاة. امبارح احنا حطينا دعاء فك الكرب وقضاء الحاجات اللي قلناه استاذنا الدكتور احمد عمر. النهاردة عايزين ناخد من فضيلتك دعاء المظلوم نحطه على صفحتنا برضو. ناس كتيرة اكيد مظلومة. انا هقول بقى باختصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأذكر أيضا بعض نماذج من أدعية الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على قريش دعائين. الدعاء الأول لما قتلوا قراء القرآن الكريم وغدروا بهم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني سنوات من القحط والجد. دي واحدة. وفي غزوة بدر دعا على المشركين وقال ايه؟ اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهزم هذه الطائفة عن المؤمنين فلن تعبد في الارض. فانزل الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. سيدنا نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفارا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هذا الظلم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر، إلى غير ذلك من الأدعية. هتلاقوا كل اللي على الصفحة إن شاء الله على الفيسبوك، خشوا حالا هتلاقوها وهتلاقوا الحلقة كاملة بإذن الله وكل الحلقات. ناخد فاصل بعد إذن فضلتك وبعد إذن حضراتكم، مكملين حلقتنا وأسئلتكم واستفساراتكم كلها إن شاء الله مجابة بعد الفاصل. اتفضل. على 9:22 في الحج طفت حول الكعبة يا دكتور على كرسي من الزحمة. يعني الدنيا كانت زحمة فطفت على كرسي، هل علي فدية؟ لا فدية عليها، والطواف صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالكعبة وهو راكب الناقة. جميل. متى أعرف أن الله راض عني أو غاضب علي؟ موبايل آخره 605. يعني لما أحب ربنا وأحب العبادة اللي ربنا فرضها علي وأحب القرآن الكريم وأبقى كده في معظم أوقاتي بتوضى بصلي بقرأ القرآن بذكر الله بستغفر الله، يبقى كده ربنا راضي علي. ليه؟ لأنه بيوفقني وبيساعدني على الحاجات اللي بتجيب لي حسنات وبتزود رصيدي عنده. لكن لما كسل عن الصلاة وكسل عن القرآن وهجره وكسل عن ذكر الله ودايما شغال بقى في الحاجات الغلط، يبقى أنا كده مغضوب علي. يعني حيث أقامك بقى الواحد بيعرف مكانه. نعم. من الله. نعم. حيث أقامك. نعم. أكيد. ما الحكم على زواج بنت من شاب؟ أخو الشاب ده رضى على البنت لكن الرضاعة يعني مش عارفين كانت مشبعة أو غير مشبعة. طيب البنت رضعت من ام الشاب اللي عايز يتجوزها، من ام الشاب. ما هي بقيت السؤال مع اخوه. مع اخوه الصغير او مع اخوه الكبير والتاني عايز يتجوزها. ما ينفعش اذا كانوا كملوا 5 رضاعات معلومات متفرقات، لان انت كده يا ايتها البنت العزيزه اصبحتي جزء من تلك الاسره، من ام الشابين اللي رضعتك، سواء رضعت مع أخو الصغير أو مع أخو الكبير، كل ده أنت بقيتي واحدة منهم وبقيتي أخت ليهم. أما لو كان الرضاع أقل من 5 مرات فالإمام أبو حنيفة قال يبقى حرام، لأن الآية مطلقة في القرآن الكريم
والإمام الشافعي قال لو مش عارفين هم خمسة ولا مش خمسة مش متذكرين يعني مش الأحوط عدم الزواج. الأحوط. وضعت أختي في حسابي بالبنك مبلغ من المال على سبيل الأمانة، فهل لي نسبة؟ هي كلمة مش كاملة يا جماعة، اللي بعت لي رسالة برضو حاول يوضح لي. نعم. فاللي مش فاهم هل هي نسبة ليها نسبة؟ أختها اللي وضعت اختي في حسابها هي بالبنك مال على سبيل الامانه. لا هتطلع في حسابها. انت مالكيش نسبه، الفلوس مش بتاعتك دي امانه اختك وضعاها عندك وفي حسابك لان هي مالهاش حساب فانت مالكيش. بس نرجع ونقول النسبه دي المقصود بها ايه؟ فوائد البنك اللي هو البنك التجاري يبقى ده ربا، ولا عوائد من بنوك اسلاميه او فروع اسلاميه تبقى حلال. زوجي تعاطى حشيش ويشرب الخمر ويصلي، هل تقبل صلاته وكيف أعامله؟ أنت عليك المعاملة بالمعروف، خلينا نيجي من الآخر، تعامليه بالمعروف والنصيحة والكلمة الطيبة لأن يمكن ربنا يهديه على إيديك. أما أنه بيشرب خمر وبيتعاطى المخدرات فهذه كبيرة أخرى من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، وبالمناسبة فيها حد أيضا 80 جلدة زي حد القذف اللي احنا اتكلمنا عنه. شرب الخمر وتعاطي المخدرات عليه 80 جلدة والمخدرات رخر. نعم، مدام مسكر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وبالتالي انت عليك المعاملة بالمعروف. أما إن صلاته تقبل ولا ما تقبلش، إن كان في حالة وعي صلاته مقبولة، وإن كان سكران وبيصلي يبقى لا صلاة له، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. تمام. نعم. نبتدي ناخد صلاة أستاذة منى. أهلا بك يا أستاذة منى، السلام عليكم. أستاذة منى. أيوة يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم معاك. الصوت واطي قوي. حضرتك قولي، أنا سامعك قولي. طب أنا مش سامعك كويس عشان الموتيت. مش مشكلة، قولي أنت حضرتك قولي. موضوع الحالة النهاردة عن المحصنات. طيب على صوتك شويه الله يخليك. نعم؟ على صوتك شويه. حضرتك قولي انت، مش مهم انا، اتفضلي حضرتك قولي. قولي. معك. طيب انا تحت امرك، وتفضلي قولي سؤالك. موضوع النهارده حالا عن المحصنات. ايوه مظبوط. دلوقتي انا عايشه لوحدي. انا بنت بنوت مش متجوزتش ولد بنوت. وسني كبير، يعني عندي يعني سن كبير. حاضر ماشي. ولاد انا قافله الساعه عليا وعايشه لوحدي، وما بفتحش الساعه لحد خالص. بتقولي عايشه لوحدك؟ تمام. عايشه لوحدك ايه اخر جمله؟ عايشه لوحدي. واقفل عليها بالشقه، مش فاتح بالشقه لحد خالص. كويس. حتى ابن خالي طلب يجي يزورني، قلت له ما ينفعش عشان عايشه لوحدي. كان بيجي يزورني ايام ماما ما كانت عايشه. ايوه كلهم اتوفوا؟ ما لكيش حد؟ ماما اتوفت، قلت له ما ينفعش تيجي تزورني لما يكون اخويا موجود. كويس قوي. يعني اقرب حد ليا ابن خالي. ايوه. وفعلا ما حدش بيجي لي خالص الا اخويا بس. طيب. دلوقتي انا بيجي في العماره مفتوحه على طول من الليل ونهار. دلوقتي بيجي ناس بيطلعوا يمسحوا كنوز العماره وناس ما نعرفهمش. بيتغيروا من ناس اساسا ما نعرفهمش، يعني مش بوابه حاجات خالص، ناس عايزين يعني ما نعرفهمش. فبيجي يخبطوا عليا وانا بعمل نفسي مش موجوده، وبقى بفتح ما بيشتغل حد. انا عايشه لوحدي في بنت كبيره. بس الجيران بقى زعلانين مني عشان مش بفتح باب الشقه لحد، وبيقعدوا يسكنوا عليا في الشارع ما بيفتحش باب الشقه ليه، هم ناس ياكلوها وهم مش عارفين. وانا بصراحه ان ناس يعني باب ما مفتوحه، ابص الاقي كل شويه راجل يفتح يخبط شحات. عايز ايه بقى؟ ما هو الراجل اللي عايز ايه يعني الراجل؟ واحد شحات، واحد جاي يخبط، واحد جاي يمسح. طيب انا عايز اقول الباب مفتوح، وانا بصراحه ما بفتحش باب الشقه لحد، انا بخاف على نفسي. هل كده انا غلطانه؟ والله اللي خليك قولي. وبعدين انا عايزه تليفون حضرتك. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر عايزه تليفونك. والله خليك قولي. عينيا يعني في الكنترول بس، او احنا نكلمك، سيب لنا او النمره لو معانا نكلمك بعد الحلقه. حاضر، عينيا الاثنين. انا فهمت حضرتك عايز تقولي ايه، طبعا انت مش سامعاني كويس، فاسمعيني من التلفزيون، علي بقى واسمعي من الدكتور. معايا استاذ احمد. استاذ احمد. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا استاذ احمد؟ الله يبارك فيك. تحياتي لفضيله الشيخ. اهلا وسهلا، شكرا. والله عندي بس سؤال كده. تؤمر. كان في فتره من حياتي كده 6 سنين. كنت مريت بظروف تخن في الوزن وكده، وزياده في الوزن. وعملت عمليات وكده يعني. فجت فتره عملت الصلاه لمده 7 سنين. او شبه انقطاع عنها. ايوه. بس الفضيلة الشيخ، يعني هل اعيدها ولا
يعني ايه حكم الدين في القصه. حاضر حاضر، عينينا الاثنين، وجزاك كل الخير، ربنا يديك الصحه والعافيه. طيب احنا عايزين بقى نجاوب اختنا منى، هي ربنا ما رزقهاش الزواج الصالح، ربنا يعني عوض عليها، وهي بتسال استاذنا الدكتور اذا كان عشان هي بنت بنوت ومفروض ان ما يخشش الحمل الموت اللي هو ابن خالتها او ابن خالها في الحاله دي، هل هي بقى تتقطع عن العالم خالص؟ ما هي برضو الواحد وهو عايش بيحتاج ان هو يفتح الباب، يعني مثلا يتعامل مع بواب، يتعامل مع حد، يتعامل مع سبت. ليه الناس ما بتسيبش حد في حالها؟ هم بيعتبروا ده تكبر منها، وبيسالوا السؤال اللي احنا بنعرضه على فضيلتك. هي كده تعتبر محصنه وحد بيقذفها لما بيخوضوا فيها، مش عارفه تتعامل مع الناس، يعني نفصل لها ما بين تتعامل ازاي وتقفل امتى، امتى تفتح. نعم، ربنا بيقول لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت مش هتقدري تنعزلي كلية عن الناس، لكن تقدري تتحكمي في بابك، مين اللي انت مضطره الى دخوله يكون محرم ليكي، ومين اللي ما ينفعش يدخل. وبرضه اعملي حسابك من البوابين ومن الشغالين واي واحد، ما تبقيش لوحدك، نادي على جارتك تبقى معاكي، نادي على اي بنت من قرايبك تقيم معاكي، حتى لو اقتضى الامر انك تنفقي عليها، روحي عند خالتك، روحي عند عمتك، اي حد من اقاربك، بحيث ما تقعديش لوحدك، لان الواحد بيبقى معاه شيطان والعياذ بالله. لكن مع هذا ايضا، لو انت مضطرة الى انك تقيمي لوحدك والناس بيتكلموا عليكي، مالكيش دعوة بكلام الناس، خليكي انت بتكسبي ثواب وهم بيكسبوا سيئات، وتاخد من حسناتهم، بيكسبوا سيئات وربنا هيديكي من حسنات هؤلاء. يعني اجتهدي وما يدخلش حد عندك الا في الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني السباك مثلا هيدخل، وساعة ما يدخل خلي الباب مفتوح، وقف انت على البسطة، ونادي مرات الجيران او بنت الجيران تبقى معاكي. يعني ما نسلمش او ما نتهاونش في المعاملة او في الاختلاط، حتى لا نقع فيما هو ابعد من ذلك. انت يمكن تكوني بريئة وملتزمة وكل حاجة، لكن اللي جاي ده ما احناش عارفين سلوكه ايه، ممكن يكون عنده اغراض سيئة، فانت برضو الاحتياط، خلي معاكي حد، ما تفتحيش الباب الا للضروره، وقت ما تفتحي للضروره يبقى معاكي حد من الجيران. تمام، من نساء الجيران. يبقى هي محتاجه نوع من الوعي، الفطنه. نعم، الاجتماعيه. نعم، ودي بتتربى المفروض مع الوقت، لكن ساعات الواحد من كتر خوفه انه مش عايز يقع في الغلط فبيقفل على نفسه. هي القدره زي ما حضرتك تفضلت، ما شاء الله على فضيلتك، الحمد لله ان هي بتتفاعل مع الناس. نعم، وما بتقفلش على نفسها، ولو تقدر تعيش مع حد احسن. لكن لو ما حصلش ده، خلاص هي عايشه وعايشه حياتها وبتروح شغلها وبتخرج وبتدخل عادي، انت واثقه في نفسك، انت مش عامله عامله. لكن في نفس الوقت الناس بتعرف من سلوكك ان انت محترمه. خدي بالك، البني ادم بيبان عليه من تصرفاته، من نظراته، من طريقته في الكلام. نعم، هل هو بياخد ولا ما ياخدش، لامم نفسه عن الناس. في فرق بين واحد مغرور على الناس وفي واحد قافل على نفسه، مش عايز يختلط، يعني يخش في حته مش بتاعته ويقوم الناس تغلط فيه. هاخد فاصل بعد اذن فضيلتك ومكملين. استاذ جمال، سلام عليكم. استاذ جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا استاذ جمال، اهلا بيك. وتحياتي لفضيلة الشيخ. شكرا يا استاذ جمال. الله يرضى عليك، والنبي لو تكرمت عندي سؤالين على السريع. اتفضل يا استاذ جمال. السؤال الأول، أنا متدخر مبلغ من المال لأولادي، ربنا رازقني ببنتين. كويس. أيوه معاك معاك معاك، اتفضل. هل ليا إخوات ليا، لو سحبت المبلغ ده من البنك وإديته لهم، أنا ليا أخ، أبقى ارتكبت حرمانية في كده؟ حضرتك عايز توزع اللي عندك يعني على بنتينك؟ انت... طيب السؤال الثاني، ليا شقه ملك في بيت ابويا ورث، لو كتبتها للبنتين هل يبقى فيها معصيه برضه؟ انا مش عاوز اعمل حاجه غلط. امال ليه عايز تعمل كده؟ انت مش عايز تحرم اخوك؟ لا مش انا، ما انا بسال. خايف عليهم؟ ما انا عايز بناقشك بقى، عايز اعرف نيتك بس. ولا هم ما انا ليه بسالك؟ ليه بسالك يا استاذ جمال؟ لو انت مثلا شايفهم واحده عايزه تتجوز، واحده محتاجه حاجه، من حقك تديها، لكن انا بسالك نيتك ايه وانت بتعمل ده؟ بتوزع اللي عندك وخلاص، ولا هم محتاجين دلوقتي حالا حاجه؟ لا مش حاليا، انا للايام، انا بدخلها لهم للايام، ما حدش ضمن الظروف. فهمتك، حاضر حاضر يا استاذ جمال، ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. استاذه وفاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. اهلا بيك. أيوة. اهلا اهلا. الو
سامعك، اتفضلي قولي. اتفضلي استاذ محمد. ايوه يا فندم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. ربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. كتر خيرك يا رب. الدكتور نبيل يا رب. شكرا. اتفضلي يا معاك. اتفضلي. من فضلك يا استاذ محمد. نعم. انا عندي سؤال. ايوه. كنت رحت عمره. كانت عمره سريعه. ايوه. تقريبا يومين كده. ونسيت اعمل طواف الوداع. طيب. هل ان عليا حاجه؟ حاضر. تحبي تسالي حاجه يا دكتور؟ لا يا حبيبي. ماشي يا استاذ وفاء. حاضر. شكرا جزيلا. استاذ محمد. ايوه. اتفضل يا فندم، اهلا بيك. ايوه يا فندم. اؤمر يا فندم، تحت امرك. ازاي الصحه يا استاذ محمد؟ الله يخليك ويديك الصحه والعافيه. امر لله. الله يخليك. انا بسلم على حضرتك كتير قوي. يا ربنا يسلمك. شكراً. من كل سوء يا رب. واستاذنا الدكتور من نبيل غنايم معاك اهو، تحت امرك. شكرا. اتفضل. وبنشكر الاستاذ الافاضل اللي مع حضرتك اللي بيجوا دايما معاك. ربنا يشكر لك ويخلي لك يا رب، كتر خيرك. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا استاذ محمد، انا عندي سؤال واحد بس. حاضر. عينيا. انا عايز اعرف سيدنا ابراهيم. قول على طول. اتفضل. عنده سيدنا ابنه سيدنا اسماعيل، هل في حد تاني غير سيدنا اسماعيل ولا لا؟ حاضر. عينيا الاثنين، عينينا الاثنين. تسلم لنا يا استاذ محمد. استاذ محمد اخر. اتفضل يا فندم. استاذ محمد. محمد محبوب. طبعا احسن استاذ محمد في الدنيا. اتفضل. اتفضل استاذ محمد محبوب. اتفضل. الله يخليك. اهلا بيك. هي واحده قريبه. ايوه. عرفت. ايوه. مدياني مبلغ احطه في البنك تختبي انا. عشان ابني لها بيت في البلد. كويس. البنك ده اسلامي. وهي ما لهاش دعوه بالارباح ولا حاجه، هي بتقول لي ايه كل الفلوس دي معاك، كل ما تبني اصرف وقول لي صرفت كام وفاضل كام. طيب. لو نزل لي ربح على المبلغ ده. هل استحقه ولا لا؟ هي عارفه ان هينزل ربح ولا هي مش فارق معاها؟ يعني هي سامحه لك انك تاخده ولا هي قالت لك بس لا انت؟ لا هي ما تعرفش، هي مدياني الفلوس انا اشيلها. ما قالتلكش حطها في بنك، حضرتك اللي حطيتهم وفي بيطلع ده فيها. صح. تمام. الدكتور فهم من اسرع مني. خلاص اتفقنا. ماشي. حاضر يا استاذ محمد. عينينا الاثنين. نمشي بس بالترتيب بعد اذنكم. يلا حبيبي. استاذ احمد قبل الفاصل كان سال فضيلتك، قعد 7 سنين من عمره ما صلاش نتيجه انه كان مليان شويه وعمليات وقصص وكده. نعم. فهل يقضيهم ازاي ويعمل ايه؟ استاذ احمد عليك القضاء، لان ده حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. اقعد صلي مع كل فريضه النهارده فريضه من اللي عليك لمده 7 سنين عشان ربنا يغفر لك ويحسن ختامك. وعلى فرض لا قدر الله لو الاجل جه قبل ما 7 سنين ما يخلصوا، ربنا هيعفو عنك ان شاء الله. بس طول ما انت موجود لازم تقضي هذه ال7 سنوات. الاستاذ جمال بينتخر مبلغ من المال وعنده شقه. نعم. يديهم ما عندوش غير بنتين، خايف عليهم. خلينا نتكلم بصراحه. نعم. بعد عمر طويل. نعم. اللي يكتب له لهم دلوقتي ويقسمهم ولا يستنى يسيب الورث في وقته؟ لا بلاش الكتابه، اديهم دلوقتي نقديا اللي هم عايزينه. الاستاذ محمد قال هذا الكلام حتى لا تتهم بانك انت بتهرب من ميراث اخواتك مع بناتك، ودي مشكله. من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه من الجنه، تلك الجنة التي نورث ميراثنا في الجنة. ربنا يحرم اللي بيحرم واحد من ميراثه في الجنة. فأنت اديهم اللي هم عايزينه في حياتك، مفيش مانع. إنما تكتب حاجة لما بعد الوفاة ده غلط. ليه؟ لأنه حيؤدي إلى حرمان أخوك من ميراثه، والبنتين لهم التلتين، يعني نصيبهم حيبقى الجزء الأكبر مما تترك، سواء كان شقة أو فلوس أو إلى آخره. بس فما تكتبش حاجة. أستاذة وفاء سألت فضلتك العمرة السريعة ونسيت وداع، طواف الوداع. طواف الوداع ده في الحج، العمرة ملهاش طواف وداع، ده سنة من السنن للي بيشتغل في مكة، للي راح زيارة لابنه أو لوالده وراجع، ده طواف وداع بأنه بيودع البيت الحرام عشان يرجع له تاني. فده سنة من السنن. إنما العمرة صحيحة بالإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، ولا شيء عليك بعد ذلك بالترتيب ده. الأستاذ محمد بيسأل مين ولاد سيدنا إبراهيم ومين من نسلهم، يعني سريعا. ولاد سيدنا إبراهيم 2، إسماعيل وده اللي ولد في مكة وعاش في مكة وقصته معروفة،
وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وابن أختنا وعمتنا هاجر المصرية. هناك واحد تاني بقى نبي، كلهم أنبياء لأن إبراهيم أبو الأنبياء، فإسماعيل نبي وأخوه إسحاق. إسحاق هذا من اتولد في فلسطين من نسله مين بقى يا دكتور؟ ونسله بقى يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب وأولاد يعقوب بقى الأصباط وسيدنا يوسف وبنيامين ولحد ما نوصل إلى سيدنا موسى وهارون. تمام كده، كان الناحية الثانية سيدنا إسماعيل، الناحية يصل نسبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرها سيدنا محمد. أنا كنت عايز أوصله عليه الصلاة والسلام، ربنا يديك الصحة. ولذلك سيدنا إبراهيم اسمه أبو الأنبياء لأن ذريته كلهم أنبياء. وسيدنا محمد ابن الذبيحين اللي هم سيدنا إسماعيل لما كان والده هيذبحه بأمر من الله وربنا فداه، وكذلك أبوه عبد الله. أبوه عبد الله كده متهيألي قلنا، وإن شاء الله نبقى نعمل حلقات للكلام الجميل ده. أستاذ محمد سأل فضيلتك، قريبته ادت له مبلغ من المال يبني بيت ليه في البلد، هو حطه في البنك فهيدر فائدة، ياخدها ولا يديها لها ولا يعمل إيه؟ لا، يدخلها في المبنى أو يديها لها أو يعرفها بيهم. أنت اديتيني أمانة 1000 جنيه بقوا في البنك الإسلامي 1500، وأنا حبني بهذا المبلغ لأن دي أمانة أنت مالكش فيها أي عوائد ولا أرباح. تمام، إلا إذا هي سمحت لك وودتك دي هبة من عندها يعني. الصراحة راحة في الحتة دي. طيب شفافية. تمام يا فندم، سؤال لفضلتك على الاس ام اس، ما حكم الدين في الصلاة وأنا مغمض العين حتى أشعر بالخشوع؟ ما دام حتشعر بالخشوع إحنا عايزينك الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أي شيء يعينك على الخشوع مطلوب في الصلاة. هو إغماض العينين ليس سنة، لكن مدام يعينك على الخشوع أصبح إيه؟ أصبح مطلوب. تمام، نروح على أسئلة الصفحة. هل قتل النمل حلال ولا حرام؟ صفحة فيسبوك. والله النمل المؤذي حرام، لأن في نمل ما بيؤذيش. قتل النمل المؤذي حلال، انما النمل اللي غير مؤذي مالكش دعوه بيه. يعني مثلا لو عندك في بيتك نمل، ده يعتبر مؤذي لانه هيفسد الطعام وهيطلع عليه وياكل السكر والكلام ده، ده رشه عشان يموت. انما نمل في الصحراء، نمل في الغيط، انت مالك وماله؟ نمل في مكان مهجور بتموته ليه؟ دي امه من الامم زي امه الإنسان. في سؤال لفضلتك، أنا اسمي نريمان وعمري 63 سنة ولم أكن أؤدي الفروض وأنا صغيرة، وأديت العمرة لأكثر من مرة، هل الصلاة التي تؤدى في المسجد النبوي والحرم المكي تعوض عن الصلاة التي لم تؤدى؟ اللي عشان يعني بيقال إن الصلاة هنا ب 100,000 يعني ما تعوضش، مش كده؟ الصلاة لا تعوض، هي ب 100,000 لذاتها، إنما تعوض فريضة واحدة من القضاء اللي عليكي لا، لابد من القضاء. تمام كده؟ نعم. وسريعا بقى، في برضو في ناس بيقولوا ان الصلاة السنة بتقضي ما علي من فوائد. نعم. مش تقضي من تجبرها، لا تقضيها علي. نعم. ده وارد؟ هو الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية قال كده، ان الإنسان اللي ضيع فرائض يبقى كافر مرتد والعياذ بالله. لا والعياذ بالله. ما هو ده كلامه او وجهة نظره. وبالتالي لا يقبل منه قضاء، لأن دي فترة العمل فيها لا اللي هو محبط. حضرتك تقصد تقول إن ده التوبة تجب ما قبلها. لا أنا بتكلم في ناس قالوا صلاة السنة تحديدا تقضي ما علي، يعني لو أنا بدل ما أعيد السنة لا تقضي ما عليك. رأي الجمهور الأئمة الأربعة إنه لابد من قضاء ما عليك. السنة تجبر النقص في الفرض، يعني أنا بصلي العصر الآن وسهيت شوية. لما أصلي السنة تجبر هذا النقص اللي حصل منه سهو في أحد الفرائض. طيب انا معايا ام غفران، بس عايز استرحلك سريعا برضو على الصفحه. انا ابي توفي وكان بياخد حاجات من الشغل زي عدد وحاجات ويبيعها، وانا شايفه ان دي سرقه، هل فعلا هي سرقه؟ وكنت دايما بحلم انه تعبان وعاوز ياكل، يا ترى ده ايه؟ هو واضح انه توفي طبعا، ما قالت توفي. واتكلمت مع اخي بان بيع الحاجه دي ونطلع فلوسها على روحه، لكنه رفض، هل ذنبه في رقبه اخي لانه رافض البيع ولا ايه؟ طبعا ابوك غلطان لانه بياخد من المال العام، وهذه سرقة وسيحاسب عليها، إذا لم يحاسب في الدنيا سيحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. وإنت كان اقتراحك كويس جدا إن احنا نبيع الحاجات اللي بابا خدها دي أو نقدرها تقدير ونتصدق بيها
عشان يوقف. على روحه بقى ولا رجعوا لاصحاب المال؟ لا ما هو اصحاب المال مش معروفين مال عام. بس برضو يبقى حاجات من الشغل. فهم هيتصدقوا بيها وان شاء الله يكون فيها مغفرة لابوهم. تمام. وانتوا برضو ادعوا له بالرحمة والمغفرة. اخوكي مرضيش، انت اعمل اللي عليكي. تمام. قدري كده من الميراث اللي خدتيه عشان ما يبقاش في مالك شيء حرام، وايه وتصدقي دي. تمام. ام غفران، سلام عليكم يا ام غفران. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا ام غفران. يا استاذ محمد اهلا بيك، اهلا وسهلا. لو سمحت حضرتك، زوجي توفى من 4 ايام الله يرحمه. انا مقيمه في القاهره وبيت الزوجيه في القاهره. طيب. وهو توفى في المنوفيه. انت انا اضطريت ان انا اروح عشان الجنازه. وقعدت 4 ايام هناك. حكم الدين ايه؟ لكن انتوا بيت الزوجيه فين هنا؟ في القاهره. انت بتتكلمي عشان ال4 اشهر و10 صح كده؟ فتره العده. ايوه عشان العده. عيني. تحب تسال حاجه يا دكتور؟ لا لا لا. حاضر. البقاء لله يا ام غفران. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اولا الله يرحمه ويحسن اليه ويعوضك خير ان شاء الله. ان شاء الله. ويأجرك في هذه المصيبه، وال4 ايام اللي انت قضيتيهم هناك عشان الجنازه معفو عنهم، وتقضي ال4 شهور بقى وال10 او الباقي منهم في بيت الزوجية في القاهرة. يعني لازم في بيت الزوجية. نعم. مش في بيت مثلا مقر أساسهم منين. مش معنى ذلك انه ال24 ساعة تدنك حبس على نفسك محبوسة يعني في البيت ال24 ساعة وال4 شهور و10 ايام. لا، ممكن تطلع لقضاء الضروريات، تذهبي للسوق، لو في طبيب مثلا بتراجعيه تروحي للطبيب، لو ابنك جاي يزورك او انت ما تعملش ايه. ما تعملش ايه، ما تباتش خارج بيت الزوجيه، وما تتزينش، ما حدش يشوفها. الكلام ده كله تمام، مهما كان السن كبير، والتعرض للخطاب حتى لو كانت كبيره. ما كل كبيره ولها كبير برضه. طيب تمام. في سؤال على الصفحه. انا معي طبعا التتر نزل، انا معي في العمل اصدقاء مسيحيين. نعم. ونتعامل معهم بمنتهى الموده، ويوجد من بينهم من يبيع اجهزه منزليه بالقسط، فهل يجوز لي ان انا اشتري منه، علما بانه بيوجد شخص مسلم بيبيع نفس السلعه؟ يجوز لي اشتري من المسلم ومن المسيحي. ولان دي تجاره، ودي معامله من المعامله الطيبه. وربنا يجزيكم خير انكم تتعاملوا بالموده والمحبه. السلام عليكم يا دكتور. انا والدتي بتصلي من 15 سنه وهي عمرها 45 سنه، وبقى لها سنتين عندها مشكله في كل صلاه، تفضل تلخبط وتعيد وتفضل تعيد لحد ما توصل للصلاه المظبوطه. هي عايزه تعرف ليه دي بقى بيحصل لها كده، وجزاكم الله كل خير. يعني ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن مش معناه انها تترك الصلاه وتكسل عنها. لا، ساعدوها على انها تصلي، وادنها برضو تعيد وتزيد لحد ما توصل. في حاجه اسمها الوسواس القهري. يمكن دي حاله نفسيه معذوره فيها. وطبعا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. السلام عليكم. أرجو الإفادة، إذا دفعت للزوج فلوس وطلعت عمرة بيحسب من زكاة المال، وهو مش من قدرته إنه يطلع، يعني هي اللي بتطلعه يعمل عمرة وهي مش هو مش قادر. لا، من زكاة المال لا. لأن العمرة مش فريضة ومش واجبة عليه ما دام مش قادر. ده الحج نفسه ولله على الناس حج البيت من استطاع. فاللي مش مستطيع ده أنت مش عليكي تحججيه من الزكاة أو تطلعي عمرة من الزكاة. الزكاة دي حق للفقراء والمساكين زي ما ربنا قال. فأنت تطلعيه من باب المعاشرة بالمعروف من مالك الخاص ماشي، إنما من الزكاة لا. أنا بشكرك جدا أستاذنا وعالمنا الكبير أستاذنا الدكتور محمد نبيل غنايم. كتر خيرك على وقتك وعلمك، وإنك استحملتني. شكرا. إن أنا ببقى قلبي وكني بس عايز أجيب أكبر قدر، إني عندي نبع لا ينبض لا ينفذ أبدا، هو علم حضرتك. كتر خيرك. شكرا جزيلا. وأشكر حضراتكم على ثقتكم وعلى أسئلتكم. تابعونا أكتر وشوفوا دعاء الظلم وأكتر منه على الصفحة. وبكرة إن شاء الله معنا أستاذنا الدكتور سالم عبد الجليل، وحلقة مفتوحة برضو. كل الأسئلة اللي حضراتكم تحبوها هتلاقوا الإجابة بإذن الله. نشوفكم على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.